مساكم الله بالخير والسرور. وصفتنا اليوم نوع من أنواع المقبلات، لذيذة جدا وخفيفة وصحية. راح أسوي معكم رولات الباذنجان المحشية بطاطس وفلفل، وكلها راح تكون مشوية بالشواية. بعد ما سخنت الشواية راح أرش شوي من بخاخ زيت الزيتون، وراح أحط الآن البطاطس عشان نشويها وكمان الفلفل. هنا ما بي أكثر عشان تصير مشوية زين. بشوي الفلفل عشان يعطي طعم ونكهة. هذا أوزع شوي. طبعا هنا أنا حاطة زيت زيتون عشان يعطي لمعة للبطاطس، ورشيت برضو من بخاخ زيت الزيتون على الفلفل. الحين راح أعاير الوقت، بخليها 6 دقائق أو شيء، أشغلها بعدين 6 دقائق أو 7، نخليها 7، ودرجة الحرارة نقول 200، نقول بسم الله. الباذنجان قطعته شرايح طولية زي ما تشوفون، ودهنتها بزيت زيتون وبشويها بشواية هوملك، بوريكم الحين شلون. الفلفل هنا تقريبا خلص، فبخليه أبو دقيقة وخلاص أشيله. والبطاطس هو اللي يحتاج وقت، فالفاصل كان جدا جميل للي تبي تختصر الوقت، وكمان اللي خلص بدري على طول تشيلينه وما يحوس لك الثاني. خلاص الفلفل خلص، ببدأ أشيله، خلي شوي البطاطس يخلص. بحط مكان اللي الفلفل اللي شلناه الباذنجان عشان ينشوي. بسم الله. وهذا الباذنجان وانشوى، تشوفونه كأنه مقلي ولين وطري، شايفينه؟ راح اتبله بالخليط هذا، ليمون وخل وملح وفصين ثوم، راح اخلطهم مع بعض وادهن الباذنجان فيه. هذا الحين الخليط اللي هو من الثوم والخل والليمون والملح، طبعا الكمية حسب كمية الباذنجان عندك، تاخذين كذا وتدهنين فيه الباذنجان وتبلينه فيه عشان ياخذ الطعم. طبعا تدهنين فيه بالجهتين عشان ياخذ طعم الثوم والليمون والملح والخل بهالشكل. هذا الباذنجان بعد ما تبلته بخليط الليمون والخل والثوم والملح، وهذه الخضار بعد ما شويتها اللي هي البطاطس والفلفل الأحمر والأخضر، حطيتها بزبدية مع تقريبا 3 ملاعق بقدونس مقطع ناعم، وباقي خليط التتبيلة اللي تبلت فيها الباذنجان. هذا باقي خليط اللي تبلت فيه الباذنجان، الثوم والليمون والملح، وزدت عليه فلفل أسود، طبعا الخل أقل لأني زدت الليمون، راح أضيفه لهالخليط. راح أضيف هذا الخليط أخلطهم عشان نجهز الحشوة للرولات. وهذا الباذنجان وهذه الحشوة، الحين راح نحشي شرايح الباذنجان ونلفها رول بكل سهولة. تلفونها بكل سهولة، مقبلات لذيذة وسهلة وفيها تغيير نوعا ما، شايفين شلون؟ وهذه رولات الباذنجان المشوي المحشي بالبطاطس والفلفل المشوي. رشيت على الوجه خليط من دبس الرمان والليمون وزيت الزيتون والملح، وزينتها بحبوب الرمان. تقدرون تستبدلون دبس الرمان والليمون اللي حطيته بالزبادي والطحينة. وهذه مقبلات خفيفة ولذيذة وبالعافية.